كلنا عندنا ناس شغالة على الأرض في مصر، ومن الأفضل إننا ننسق ما بينهم. عدم التنسيق على الأرض ما هو من مصلحة أي أحد يا ناظر. العراق ما وقعش غير لما المؤسسات اتفككت، لكن الجيش في مصر كتلة واحدة والناس كلها معاهم، ومن الواضح إنهم حسموا موقفهم خلاص، مش هيقفوا مع الرئيس ضد الناس، لا هما ولا المخابرات. كلامك دائما مصيب يا نازلي. بس كنت قلت لي كنت جبت لك اوتيل احسن من ده شويه، ده شكله مش ولا بد خالص. انا مش جاي اتفسح يا سيف. بعدين ميزه الاوتيل ده ان هو قريب من ميدان التحرير. انت مش متخيل يا سيف، الدنيا كلها بقت بتتكلم عن تحرير سكوير وعايزه تزوره زي الاهرامات بالظبط. ده غير ان هو قريب من مكتبنا جدا. بكره الصبح تجيني وننزل المنظمه سوا، وبعرفك بالشباب اللي ما لحقتش تعرف بيهم قبل ما تسافر لعريش. تمام؟ هو رقم الاوضه كام؟ 219 هناك. تعال. مساء الخير. حسين ايه المفاجأة دي؟ انت مش قلت لي انك مش هتيجي النهارده كمان يا رفعت؟ انا قلت اجي ابص عليكم وهاخد شنطة هدوم عشان مش عارف انا راجع امتى. طمنيني عليكي. انا زي الفل، انت اللي طمني عليك. انا كويس طول ما انت كويسة. انا كويسة قوي جدا الحمد لله. انت بس وحشني شوية. بس انا عارفة ان هما يومين وهيعدوا زي ما وعدتني. ان شاء الله بقى نقعد مع بعض لحد ما نزهق، مش كده؟ أنا مش حزق، لكن دلوقتي أنا ما تقولش حاجة. اللي ما يقدرش اللي انتوا فيه اليومين دول يبقى ما بيحسش، وأنا الحمد لله لسه بحس. روح انت بس وارجع لنا بألف سلامة. ربنا يخليك لي. يخليك لي يا حبيبي. عارفة لو عارف انك كنتي تعبانة وان الدكتور سامح جه هنا واحنا ما قلنالوش هيعمل ايه؟ ما تقلقيش، لو زعل انا هعرف اصالحه. ألبرت ده مصور شاطر جدا، اشتغل معايا في افريقيا سنتين ونص. بعد أول شهر شكيت فيه، حاولت أحفر وراه بس ما وصلتش لحاجة، وغيره برضه حاول يدور وراه بس ما وصلش لحاجة. بس اللي أنا متأكد منه إن هو بيشتغل لمصلحة جهاز معين، مين معرفش. مش شرط يكون بيشتغل لصالح جهاز بعينه، ممكن يكون بيشتغل بقطعة. وهيوصل إمتى؟ بكرة. على فكرة سهيلة عينتني فوكال بوينت للمجموعة دي، يعني هكون موجود معاهم بشكل شرعي. لو وصلت لأي حاجة هبلغك. تمام يا مين. صباح الخير. اتفضل يا فندم. دي صورة من الليستة. هيبتدوا يوصلوا بعد بكرة. وانت ايه اللي شككك فيهم يا وائل؟ هما قالوا لنا ان دول شويه صحفيين ومراسلين جايين من المكتب، قال ايه علشان يساعدونا في شغل القناه كتير علينا. بس انا بقى ما سكتش، دخلت على موقع القناه وعملت سيرش عن كل السيفيهات بتاعتهم وسوابق اعمالهم، ما لقيتش حاجه عدله. مع ان يعني بسم الله ما شاء الله كلهم بيسافروا مناطق سخنه، العراق والصومال وافغانستان، ومع ذلك ولا واحد فيهم عامل شغل صحفي عليه القيمه. وبعدين يعني يا فندم دول منهم لمستر وضاح مدير القناه دايركت، معرفش بقى يعني بأمارة ايه في شغلهم ده يعني. كويس يا وائل، انا عايزك من اول ما يوصلوا تحط ايدك عليهم، بس من بعيد لبعيد، واي حاجه تلفت انتباهك بلغني بيها فورا. حاضر يا فندم. وما تقلقش، احنا واخدين بالنا من كل حاجه. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.